حقيقة هناك جهود حثيثة ومتابعة من قبل السيد محافظ نينوى المحترم والاهتمام بناحية الزمار. خلال هذه السنة قمنا بإنجاز مشاريع كثيرة في ناحية الزمار من تبليط القرى وكذلك بناء المدارس وشبكات المياه ومعالجة الاختناقات. حقيقة أغلب قرى ناحية الزمار تم إيصال القرى مع بعضها. نحن يعني بحاجة إلى الخدمات بشكل مستمر، لكن يتم تخصيص مبلغ مالي لكل ناحية حسب النسبة السكانية وحسب حاجة أهل المنطقة. هناك كثير من القرى تم إيصال الخدمات لها، وهناك بعض القرى أيضا بحاجة إلى خدمات. إن شاء الله نسعى وبجهود السيد المحافظ نسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات لناحية زمار. تقوم بلدية زمار بإنشاء عدة مشاريع متمثلة بإنشاء الطرق الداخلية وكذلك إكساء الشوارع وإنشاء الحدائق وكذلك تنظيم المدخل لناحية زمار بعمل سايدين وبطول 900 متر. كذلك أن نسبة التبليط بلغت 100% لهذه السنة. طبعا زمار أول ما رجعنا بال 2017 زمار كانت عبارة عن خريبة، مدينة خريبة. زمار ما كان بها أعمار صراحة، لكنه الآن في كل فرع من زمار الأثر يدل على المسير. نشوف أكو حركة أعمار، تبليط شوارع ما شاء الله في زمار. الآن المجاري المي أيضا قاعد يشتغلون، لكن زمار الحقيقة خدمة البلدية شغلها الآن رائع، شغل البلدية احنا راضين عنه، لكن نطمح بالأفضل. الشيء الوحيد زمار تشكو من الماء، لكن أول الماء مو خلل عند المدينة، يعني المي الموجود هو أنه الناس أولا الشبكة قديمة، المدينة تطورت ضعفين، اثنين أنه الناس أيضا مو اقتصاديين ومو منظمين على المي. فالبطل كل ما يتقدم خير أكثر، يعني إحنا محتاجين متنزهات، محتاجين ملاعب للشباب، محتاجين نادي ترفيهي، محتاجين نادي ثقافي للشباب. أقدم ناحية في على مستوى العراق عام 1920 ماكو ناحية قبلها. فزمار قياسا بالنواحي الأخرى متخلفة خدماتها، لكن الآن نشعر بالفرح أنه نشوف لمسات بزمار.